السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صافي اليوم ان شاء الله كيما راكم تشوفوا جيتكم ثاني بوسائد الديكور اللي قلت لكم راح نكملهم معاكم بمناسبة العيد ان شاء الله. يعني وسائد ديكور سواء تحطوهم في الصالون ولا تديهم العروسة في الجهاز تاعها. كيما راكم تشوفوا هنا، انا هنا القماش هذا الكحل هذا راهو خمار وقصيتو هكا ساتان هكا خفيف، وهذا قماش مابلوبون كنت خدمت معاكم من قبل به وسائد ثاني كيف كيف، راح تاهو نستخدمه مع القماش الأسود هذا. كما راكم تشوفوا هنا الوسادة نتاعي فيها 60 على 40 سنتيم. عندي قطعتين، الوجه الخلفي والوجه الأمامي باللون الأسود، وهنا القطعة هذه فيها 22 على 60 سنتيم. بعد راح نطوي القطعة هذه الخضراء على 2 وراح نعين لها المنتصف بالطريقة هذه. بعد راح نربط النقاط هذوك تاع المنتصف، يعني بخط ماهوش يكون واضح بزاف باه ما تبقاش الأطراس نتاعو. هنا كيف كيف نعين المنتصف تاع القطعة هذه السوداء الطريقة هذه، باكي نحط القطعة هذه الخضراء تجيني في المنتصف قد قد بالطريقة هذه. البنات شوفوا هنا، هاي جتني يعني في المنتصف قد قد. هنا عندي هاد لي زانو او الحلقات تاع الستائر، كيما راكم تشوفوا كاين الوان واشكال. هنا في الخارج تاع الوسادة راح نخلي حوالي 5 سنتيم، من بعد نبدا نستف لي زانو هذوك تاعي. ولا نتوما احسبوا المسافة تاع الوسادة هذه وقسموها على شحال تحبوا. هنا تقريبا 9 سنتيم جتني، وانتم تخليو على البعد تاع الخارج تاع الوسادة 5 سنتيم كيما راهو موضح، وضحت لكم هنا. من بعد راح نعاود نرسم هذوك لي زانو نتاعي، الدوائر هذوك نتاعي، ومن بعد نبدا نقص فيهم بطريقة هذه. نطوي الدائرة هذيك على 2، ومن بعد نحاول نقص صغير بشوية برك. من بعد كي نعين القصة نتاعي نعاود نحط المقص ونعاود نقص يعني عادي جدا الطريقة هذه. البنات هنا بعد ما كملت قصيتهم كامل كما راكم تشوفوا، راح نجيب لي زانو نتاعي ونحلهم. كما راكم تشوفوا هنا كاينه حلقه في المنتصف تاع الحلقات بعد البيضه هذيك، هي اللي راح تحطوها من التحت. بعد راح تحطوا القماش نتاعكم بالطريقه هذه، واذا لقيتوا يعني الدائره اللي قصيتوها لقيتوها ناقصه شويه يعني في القصه نتاعها، يا اما تقصوها بالمقص ولا ديروا الطريقه هذه اللي راح نوريها لكم دركا. بالطريقه هذه هنا راح تفتحوا القماش بيديكم هكذا كيما راكم تشوفوا هنا بالطريقه هذه. بعد راح تحطوا لي زانو نتاعكم او الحلقات يعني بسهوله جدا، حتى تسمعوا لهم يعني وقالوا ترك داروا الطرطقه هذيك، يعني راهم مسكرين مليح. هنا بعد ما كملت لي زانو تاعي ركبتهم كامل، راح نحط القطعه تاعي على القطعه السوداء في المنتصف قد قد الطريقه هذه. البنات بعد راح نحكمها بليزيبانج الكامل بالطريقه هذه، ومن بعد راح نخيط الجهات في زوج كما راكم تشوفوا هنا. نخيط الجهه هذه والجهه الاخرى بالطريقه هذه. البنات هنا بعد ما خيطتهم عندي هنا سكاي دبي، راح ندير نفس الطريقة اللي كنت درتها المرة اللي فاتت في الوسائد. راح نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. واللي ما عندهاش سكاي دبي هذا، راهي خرجت ريبون جديدة تقريبا نفسها، قادرين تستخدموها ولا تبدلوا ولا سكاي دبي بقماش اللي متوفر عندكم، ديروا على شكل شرائط كيما البيي ومن بعد تخيطو عادي جدا. هنا انا هنا كيما قلت لكم نحكم فيه بالسيليكون باهي تحكم لي برك، لخاطر هنا ما يصلحش سكاي دبي نحط فيه نقابيات، لخاطر تبقى فيه لاطراس نتاع النقابيات. من بعد نعاود نخيط سكاي تاعي هنا، يعني كي تبداو تخيطوا البنات ديروا اللون الاصفر باه ما يبانش في السكاي تاعكم. كما راكم تشوفوا هنا، انا هنا كملت خيطتها، راح نحط الوجه على الوجه، ومن بعد راح نركب الفارميتير تاعي او السحاب. طريقه تاع الخياطه تاع السحاب تلقاوها ايضا في الفيديو السابق، راح نخليه لكم في صندوق الوصف.
بعد راح نفوتو دركا الوسادة الثانية. هنا عندي الوسادة هذه فيها 40 على 40، درت نفس الأوجه باللون نفسه. بعد هنا راح نطويها بالطريقة هذه ونعين لها المنتصف نتاعها نتاع الوسادة بالطريقة هذه. هنا عينت المنتصف، بعد راح المنتصف هذاك نربط بخط بالطريقة هذه كما راكم تشوفوا هنا البنات. بعد هنا عندي هذه القطعة، يعني قصيت قطعة تاع الورقة، من بعد راه حطيتها على السكاي تاعي وقصيت هذا الشكل. الدائرة هذه حوالي القطر تاعها فيها حوالي 6 سنتيم. هنا ندير نفس الطريقة بالمسدس اللاصق ونعاود نخيط كذلك بالماشينة. هنا هذا القطاع تاع سكاي كيما قلت لكم قادرين تبدلوهم بالقماش. راح نحط لكم كيفاش قصيتهم. هنا تقصوا مربع حوالي فيه 13 سنتيم على 13 سنتيم. بعد راح تحسبوا تجيوا للراس تاع المربع هذاك الضيله كيما راكم تشوفوا وتحسبوا 13 13، ومن بعد تحاولوا تربطوا هذوك النقاط مع بعض وتقصوهم بهذه الطريقه وتحطوا السكاي تاعكم وتقصوا الاشكال هذو. هنا راح نحكموا بالمسدس السيليكوني كما راكم تشوفوا هنا باه يثبت لي برك. من بعد راح نعاود له بالخياطه. هنا ما تحاولوا ما تفوتوش، يعني كي تحطوا السيليكون يعني هنا ما تفوتوش الجهه تاع الخياطه باه كي تجي تخيطوا يعني ما تكسركمش البران تاعكم، وديروا غير شويه برك السيليكون جست برك ما يتحكم السكاي فرات. هنا كيما راكم تشوفوا راني نخيط في القطع هذو. هنا انا نغرز الابره في السكاي ومن بعد نعاود ندور بالطريقه هذه. حاولوا تخيطوا يعني على بعد نصف ملي او اقل. هنا نكمل نخيط القطع نتاعي تاع السكاي في ربعه. بعد ما نكمل نخيطهم راح نحط الوجه نتاع الوساده للوجه ونخيط لهم السحاب. راح نخلي لكم طريقه في صندوق الوصف ان شاء الله تكون مفهومه. هنا راح نخيط القطع هذو، عندي قطع هذو الكحوله في زوج فيهم 22 على متر. هنا القماش هذا هو ساتان رويال. هنا عندي القطعة هذه الخضراء كيف كيف فيها متر على 22 سنتيم. هنا راح نبدأ نلصق القطع نتاعي في بعضهم. هنا الطريقة راح نخيط الطريقة الخياطة راح تكون على برا ماهيش راح تكون على داخل. صافي نحطو القماش نخيطو على برا كما راكم تشوفوا هايليك. هنا حطيتها القماش الوجه راهو مقابلني، وجه القماش راهو مقابلني. راح نخيط الخياطه راح تكون على برا ماشي على داخل. راح تشوفوا كيفاش يعني علاش درت الطريقه هذه، خيطت على برا وما خيطتش للداخل. هنا راني بديت نخيط على بعد حوالي نصف سنتيم بالطريقه هذه. من بعد راح نحدد هذا القطع بطريق الخياطه هذيك. راح نحلها كيما راكم تشوفوا هايليك. هنا نحلها مليح، من بعد راح نحددها مليح. تكونوا تحددوا برك البنات عندكم ما يتحرك لكم الساتا، تعرفوا الساتا باللي فيه نسبه عاليه من البوليستر. هنا بعد ما حددت راح نجيب القطع هذو تاع سكاي فيهم حوالي متر والعرض حوالي فيهم 2 سنتيم. وانتوما على حسب العرض اللي تحتاجوه. انا قادرين هنا تحطوا سكاي في المنتصف ولا تزيدوا قطعه في المنتصف. انا هنا درت برك في هذوك الخياطه. هنا الخياطه كيما راكم تشوفوا راح ندرجها بالسكاي كيما راكم تشوفوا. كيف شوفوا كيفاش جات يعني الخياطه لداخل مليحه، ما كانش يعني تشوه في الخياطه ولا يعني جات متقونه ما شاء الله. هنا راح نكف الجناب هذو بالطريقه هذه، راح نكفهم في زوج بنفس الطريقه على بعد 1 سنتيم. كف كفه واحده ومن بعد نزيد واحده اخرى بالطريقه هذه. بعد راح نطويه على 2.
هنا لازم سكاي يكون مقابل السكاي كما راكم تشوفوا هنا هاي ليك. ها هو درت هنا سكاي يقابل سكاي. من بعد راح نحكمه بالنقابيات مليح ونعاود ندير له خياطه على بعد 1 سنتيم. هنا درت له خياطه. بعد راح نقص هذاك الزائد الزاويه هذه راح نقصها مليح. بعد راح نحدد نفتح الخياطه هذيك ونحددها مليح. من بعد راح ندير نفس الطريقه للجهه الاخرى نقص لها الزائد هذاك الزاويه. من بعد راح نحددها. هنا بعد ما حددت هذيك الخياطه راح نقلب بالطريقه هذه وراح نخرج الزاويه هذيك. نحاول نخرجها يا اما بابره ولا في الطاقه. بعد نعاود نحدد على بره مليح ونلصق الشرشوبات في الجهات في زوج. من بعد راح تشوفوا الطقم هذا كامل في شكله النهائي. تابعوني كما راكم تشوفوا النتيجه النهائيه لوسائد الديكور للصالون ولا يعني العروسه تديهم في جهازها. خرجوا ما شاء الله تحفه. الالوان هنا انتم تخيروا الالوان اللي بغيتوا. بالنسبه للون الاسود اللي في الوساده هذه ما قلت لكمش باللي راهو خمار يعني ودرت له اعاده تدوير وخليت فيه هذا العقاش اللي فيه يعني الوساده تاعي قدر نستخدمها على وجهين الوجه الاول والثاني كما راكم تشوفوا. ها وخليت العقاش ولافان ميتور كما قلت لكم ثاني راح نخلي لكم الرابط في الوصف. هنا الوساده هذه الجوانب تاعها او الزوايا السكاي هذا قادرين تستبدلوه ديروه بالساتا وتخيطوه. بالنسبه للاسعار راح تحسبوا حق يدكم ما بين 60 ل 70 خطره فيهم تعب. ثاني لوشومان دو طابل تحسبوه من 40 ل 50 حق يدكم وتزيدوا السلعه اللي استهلكتو. هنا كما راكم تشوفوا يعني الفينيسيون نتاع خاصه الشومان دو طابل كلش للداخل يعني خياطه ما كانش على برا يعني قادرين تغسلوه وما تخافوش. البنات انا ما بقالي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم واستناوني في فيديوهات قادمه ان شاء الله. وما تنسونيش بتعليقاتكم ولايكاتكم المحفزه. انتظروني ان شاء الله في فيديوهات قادمه ومشاريع جديده باذن الله. مع السلامه.